ضربات انتقامية نفذتها القوات الأمريكية استهدفت أكثر من 85 موقعاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني وميليشياته في العراق وسوريا بحسب بيان للقيادة الوسطى الأمريكية بعد هجوم على قاعدة أمريكية على الحدود الأردنية السورية. اتهمت واشنطن ميليشيات تابعة لإيران بتنفيذ هذا الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 40 آخرين. المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أكد أن الضربات استهدفت مرافق لوجستية لتوريد الذخائر للميليشيات الإيرانية. من جانبه وصف مدير العمليات بهيئة الأركان المشتركة الأمريكية دوغلاس سيمينز الضربات بالناجحة جدا في ظل حديث عن 34 قتيلا وعشرات المصابين في هذه الهجمات أغلبهم من وكلاء إيران من الميليشيات في العراق وسوريا. على الجانب الآخر، شكك الجمهوريون على رأسهم السيناتور توم كوتون من تحقيق الضربات الأمريكية نجاحا استراتيجيا بسبب سحب إيران لقادتها من سوريا والعراق، مؤكدين أن رسالة بايدن لخصوم واشنطن ساذجة ومكنتهم من الاختباء، وأن الإدارة الأمريكية انتظرت أسبوعا وأخبرت العالم بما في إيران عن طبيعة الرد الأمريكي بحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي ماك جونسون وما أكدته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، قائلة بأن معظم المواقع التي استهدفها القصف الأمريكي كانت قد أخليت بالكامل، الأمر الذي دفع جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق إلى المطالبة بتنفيذ ضربات أمريكية مباشرة على إيران، وذلك بعد أن نقلت CNN عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية تأكيده بأن واشنطن لن تضرب داخل إيران. حكومة السودان وفي محاولة للنأي بنفسها بيّنت أن الهجمات الأمريكية خرق للسيادة العراقية وتهديد يجر العراق والمنطقة إلى ما لا يحمد عقباه، ليصارع البيت الأبيض إلى التأكيد على أن واشنطن أعلمت الحكومة في العراق قبل شن الهجمات، واضعاً السوداني في موقف لا يحسد عليه، على الرغم من أن الضربات الأمريكية بحسب مختصين تمثل استعراضاً إعلامياً وحرباً دعائية مستمرة بين واشنطن ووكلاء إيران في المنطقة.